وينضم معنا للحديث عن قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 معنا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا بكم. بداية دكتور، ما أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67؟ ماذا يشكل بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وجهاده؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني هذا جزء من المعركة الكبيرة والصراع الطويل بين أصحاب الأرض أصحاب الحق الشعب الفلسطيني والمغتصبون الكيان الصهيوني المغتصب ومن يقف وراءه. وهذا القرار هو ليس كل شيء، وإنما هو خطوة صغيرة ضمن خطوات أخرى لا بد أن تتبعها وتكون معها. هذا القرار طبعا بالتأكيد كما جاء في بياننا وكما ذكر في العديد من البيانات المؤيدة والمرحبة بهذا البيان، خاصة من أبناء شعبنا الفلسطيني، أنه سيمكن أبناء شعبنا الفلسطيني من التقدم إلى هذه المحكمة، المحكمة الجنائية الدولية، بطلبات لفتح تحقيقات في جنائية حول الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني طيلة المدة الماضية. لكن يبقى كما قلت في بداية الكلام، هذا ليس كل شيء. فهذا القرار مثلا فقط جاء على الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني بعد العام 67، ونحن كلنا ندرك ونعلم ونؤمن أن فلسطين كلها ما بعد 67 كما قبل 67، وما بعد 48 كما قبل 48، لكن كما نقول هذا جزء من الصراع وربما يمهد لخطوات لاحقة بإذن الله. دكتور، ماذا عن الأبعاد القانونية لهذا القرار والقدرة التي سيتيحها أمام الشعب الفلسطيني والمنظمات لوقف الانتهاكات الصهيونية وجرائم الحرب؟ طبعا بداية هو كما جاء وذكرنا أنه هو يتيح فتح الملفات أمام هذه المحكمة. يعني هذه المحكمة الجنائية ستقوم بقبول الطلبات لفتح التحقيقات حول بعض الجرائم. لكن هنالك حقيقة كما يقول المختصون أهل الاختصاص في هذا الجانب، أن هنالك إجراءات أخرى لا بد أن تتم حتى يمكن محاسبة هذا الكيان على مثل هذه الجرائم. لكن على الأقل هذه خطوة مهمة، حينما يفتح تحقيق، حينما تقبل المحكمة الجنائية بفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات، فهذا بحد ذاته خطوة مهمة جدا في طريق استحصال الحقوق لأبناء شعبنا الفلسطيني. نعم، لم يكن الموقف الأمريكي مستغربا دكتور، لكن هي أمريكا تدعو للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ما الذي يضيرها في أن تقرر المحكمة هذا القرار؟ يعني علمتنا إدارة الاحتلال الأمريكي، علمتنا بازدواجية المواقف فيما يتعلق بحقوقنا جميعا في الشرق الأوسط والبلاد الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. لكن تحديدا هي معلومة أنها موقفها الازدواجي في دعم الكيان الصهيوني ودعم كل جرائمه وتأييده وعدم ورفضها أي قرار يندد بأي جريمة سابقة. فهذا يأتي في هذا الإطار، في إطار حمايتها لهذا الإجرام، وهي بات معروفا عند المنصفين أن أمريكا هي راعية الإرهاب الأولى في العالم وصانعة الإرهاب الأولى في العالم، وهي أكبر مجرم بحق الإنسانية بعيدا عن كل الادعاءات من شعارات ترفعها وتتعامل معها في مكان دون مكان آخر. أكثر المنزعجين والغاضبين من هذا القرار هو الكيان الصهيوني دكتور، ولا بد أنه يتحسس رؤوس مجرمي الحرب لديه الذين قاموا بجرائم حرب حقيقية في غزة وفي غيرها من المناطق الفلسطينية. ما المطلوب اليوم بعد هذا القرار للمحكمة؟ هل يمكن أن تتحقق العدالة باتجاه الفلسطينيين الذين سيقومون برفع قضايا مثلا ضد الاحتلال الصهيوني؟ يعني من الطبيعي أن ينزعج الكيان الصهيوني لأنه هو المجرم وهو المستهدف بالتأكيد من وراء هذه الإجراءات القانونية. لكن كما قلت في بداية كلامي، هذا ليس نهاية المطاف، بل هو يفتح النافذة أمل لمثل هذه الخطوات. فهذه الخطوة
تبشر بأن الإصرار على الحق والمطالبة والمضي فيه سيوصل في النهاية إن شاء الله تعالى إلى الوصول إلى الحق. هذا قضية مهمة جدا يجب أنه نستقي منها الدروس جميعا، سواء كان في فلسطين أو في بقية بلادنا الإسلامية التي تتعرض لمثل هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات، والذي تتعرض وتعرضت إلى الاحتلال ومنها نحن في العراقي. فالطرق نعم. كلها يجب أن يكون كل الطرق بعضها مؤيدة للبعض الآخر، مساندة للبعض نعم. الآخر، فكل هذه الطرق هي التي توصل إن شاء الله تعالى نعم. إلى السعادة. على ذكركم العراق دكتور، كيف يمكن استثمار هذا القرار للمحكمة الجنائية الدولية في الحالة العراقية مثلا؟ يعني هنالك بعض الفوارق في القضية بين القضية العراقية و هذه القضية بحكم بعض الإجراءات، تفاصيل القانونية في أنه العراق إلى الآن لم يوقع على قانون هذه المحكمة الجنائية، لم ينضم إليها، وطبعا هذا غير مستبعد يعني أو غير مستغرب عفوا. لماذا؟ لأنه العراق هو أيضا يتحسس رؤوسه ويعلم يقينا أن سجله الإجرامي طويل جدا، ولذلك يخشى من التسجيل أو الانضمام إلى هذه المحكمة. لكن نحن نقول أن هذه الخطوة وغيرها هي تعطي أملا بالمضي بكل الملفات. استعادة الحقوق لا بد أن تجري بمساق واحد موازاة في كل الملفات، ومنها هذا الملف القانوني الدولي، لأن هنالك القاعدة القانونية الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم وإن مرت على ذلك عقود بل قرون من الزمن كما يقول هذا القانون الدولي. لذلك هذا يعطي أمل بالمضي بهذه الملفات، هذه الطرق، على جميع المنظمات المحلية والدولية أن تنسق جهودها وأن تبقى وتستمر وتواظب في تسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تجري وتتم بحق أبناء شعبنا العراقي للوصول إلى المطالبة بمحاسبة المجرمين واستعادة الحقوق للمنتهك حقوقهم. الدكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لك.